مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه والجمال ومتابعيها في كل مكان اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اريج والناس استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقه نتحدث اليوم عن جبر الخواطر مع ضيف اللي نورني وشرفني النهارده الاستاذ حمدي علام الباحث الديني والاجتماعي طبعا جبر الخواطر دي من ال يعني يعتبر من العبادات المهجوره اللي جميع الشعب المصري يعني في غفله عنها جبر الخواطر من الحاجات العظيمه جدا جدا عند ربنا يعني الحاجات اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها لان يعني هي بتحتسب عند ربنا يعني بعباده كبيره جدا جدا. مش عيب مثلا لما انت يبقى انت في مكتبك كموظف او كمدير مكان والعامل اللي في المكان مثلا بيقدم لك القهوة او كده ان انت تبتسم في وشه وتشكره اما انت تكون مثلا في مطعم والجرسون يجي لك ومش عيب ان انت برضو تبتسم في وشه وتشكره الابتسامة نفسها دي سبب من اسباب جبر الخواطر اما يكون في مثلا طفل في الشارع او طفل محتاج او غلبان او كده مش عيب ان انت تديله قطعه من الحلوى او الشوكولاته دي برضو سبب من اسباب جبر الخواطر ست في في مقام امي وامك بتبقى مثلا في الشارع بتسترزق او بتبيع بتبيع مثلا خضار بتبيع ايا كان الحاجه اللي هي بتبيعها مش مش لازم ان انت تفاصل معاها مش لازم ان انت مثلا تفاصل لا تديها حقها واكتر بزياده وتبتسم في وشها وتمشي ودي سبب برضو من من اسباب وكل الامثله اللي انا قلتها دلوقتي سبب من اسباب جبر الخواطر ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل الاسراء والمعراج جبر لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم فجبر الخواطر دي من الحاجات العظيمه جدا جدا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه يعني جبر بخاطر الناس الغلابه المحتاجه يعني كان ينزل من عربيته مخصوص عشان يجبر بخاطر الشخص اللي قدامه او يدي طاقه ايجابيه للناس ويرفع من معنوياتهم الناس اللي موجوده في الشارع فمش معنى ان انت وضعك الاجتماعي كبير ومش معنى ان انت منصبك عالي ان انت معلش ما, ما, ما تجبرش بخاطر اللي قدامك يعني جبر الخواطر دي من ال... من العبادات العظيمه جدا جدا عند ربنا فاتمنى من كل شخص اتمنى من ك... من كل اسره ومن كل بيت ان هم يعني يخلوا بالهم من. جبر الخواطر لأن هي جبر الخواطر عند ربنا حاجه كبيره جدا جدا، طبعا بقدم الاستاذ حمدي علام ضيفي اللي نورني وشرفني النهارده الباحث الديني والاجتماعي، اهلا بحضرتك يا استاذ يا حمدي نورتني ثانية. وشرفتني النهارده. يا مرحب بيك. استاذ حمدي حدثني عن جبر الخواطر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي ضرب المثل الاعلى في جبر الخواطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرف بامرأة عجوز تريد أن تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيع أن تتحرك من مكانها فذهب إليها في بيتها وأمها في الصلاة حتى يحقق لها ذلك ليس معنى أن تكون غنيا ألا تحنو على الفقير أو تتودد إليه فابتسامتك في وجهه جبرا لخاطره ومعاملتك معه بالحسنى جبرا لخاطره. واعلم بانك ما تعطيه اياه ليس من مالك بل هو مال الله انت مخول عليه طيب. وربما يزيله الله عز وجل في لمحه بصر. فبجبر الخواطر تبنى الامم وبجبر الخواطر نعيش في مجتمع راقي ذو قيم واخلاق. جبر الخواطر تميزت عن الصلاه وعن الصوم وعن الحج عن كل العبادات فصعدت للدرجه العليا التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما قال سيدنا جابر رضي الله عنه حينما قابله وقال ما بك يا جابر قال لقد مات ابي في غزوه احد ولم اراه مره ثانيه فحزنت عليه حزنا شديدا وما زلت احزن عليه فقال الا ابشرك لكي يجبر بخاطره قال الا ابشرك بان اباك كلمه الله عز وجل والله ما كلم احدا جهارا الا اباك فقال له عبدي مرني او اطلب مني ما تريده، فقال ان اعيد الى الحياة فاستشهد مره ثانيه، فكتب الله عز وجل الا يرجعوا اليها مره ثانيه. <applause> النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك جبرا لان يخ بخاطر جابر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل. <applause> سيدنا احمد بن حنبل رضي الله عنه هذا الامام العظيم الذي تدرسنا بعلمه حينما سجن مر بلص في السجن وكان أحمد بن حنبل قد جاء السجان ليجلده فقال له اللص لقد جلدت قبلك لشيء حرام فاصبر أنت للدين لكلمة حق هو كان إيه المقصود من اللي حصل ده اللي حصل الإمام أحمد بن حنبل كانوا تهموه في بأنه يقول ان القران ليس مخلوقا القران كلام الله عز وجل هذه قضيه معروفه يعني إيه. بين العلماء إيه. ليست بمجالنا ولكن حينما سجن كان ابنه يسمعه دائما في صلاته يدعو لهذا إيه. فسأله ابنه لماذا تدعو لهذا الشخص؟ قال مررت به في سجني في محنتي فجبر بخاطري فصبرت على بلاء الله عز وجل، صبر على بلاء الظلم الذي عاناه في سجنه، فجبر خواطر شيء عظيم المعامله الحسنه مع اهلك جبرا للخواطر المعامله المعامله الحسنه بين الزوج والزوجه برضو من جبر خواطر حينما تقول للزوجه تقول الزوجه للزوج كلمه طيبه فيتجبر بخاطره حينما يكون حزينا وتمسح بيدها على كتفه فهي تجبر بخاطره حينما تبتسم في وجه زوجها فهو جبرا لخاطره م. كذلك الزوج حينما يبتسم في وجه زوجته هذا جبرا للخواطر. حينما يتعامل معها بالحسنى جبرا للخواطر والنبي صلى, صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الاعلى طيب ما إيه بين زوجاته كيف نفذ الرسول صلى الله عليه وسلم جبر الخواطر علميا عمليا وعمليا عمليا, عملياً نفذ النبي صلى الله عليه وسلم جبر الخواطر عمليا ضربت لك هذه القصه التي كانت مع العجوز وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ذلك عمليا مع اهل بيته حينما كان لا يفرق بين زوجاته وكان يتعامل معهم بالحسنى حينما كان يجبر بخاطر ام سلمه هذه المراه العجوز التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم امنا كان يجبر بخاطر ام سلمه كان يذهب اليها يعطيها حقها يذهب إليها ويجلس وتقول له اذهب إلى عائش فهي أصغر مني سنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى <applause> حتى يبات عندها يجبر بخاطرها حتى لا يشعرها بنقص فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الأعلى في جبر الخواطر بتعامله الحسن مع صحابته رضوان الله عنهم جميعا سيدنا عمر رضي الله عنه كان هذا هو عمر الفاروق بقوته وهو أمير المؤمنين وكان يجلس مع الأطفال يلاعبهم في ضواحي المدينة وكان يطعمهم بيده وكان يتودد الفقراء وكان يحمل الدقيق على ظهره ويذهب به إليهم ويقوم بطهي الطعام ويقف حتى يأكلون جميعا ويشبعوا هذا من جبر الخواطر الرئيس السيسي ضرب مثل عظيم في جبر الخواطر ربما راه الكثير, الكثير طبعًا. وكثيرا قبله الرئيس السادات رحمه الله عليه حينما اراد شخصا ان يعطيه رساله واصر ان ياخذها بيده هذا جبرا لخاطره والتواضع نفسه برضه يعني سبب من اسباب جبر الخواطر يعني ان انت تتواضع للي قدامك مهما كانت مكانتك ومهما كانتك مهما كنت ملصبك. مهما كنت في عملك انت ابتسامتك مع العامل معك جبرا لخاطر من يحملون الكمامه في الشارع إيه. الكمامه إيه. حينما تنزل من سيارتك وتعطيهم شيئا هذا جبرا لخاطرهم إيه. لا تشعرهم بنقص إيه. فكلنا يعني خلقنا الله عز وجل مراتب صح. وخلقنا نخدم بعضنا البعض إيه. نحن كخليه النحل إيه. نتعاون معا حتى نظهر اجمل صوره في الحياه إيه. ولذلك قال الله عز وجل اني جاعل في الارض خليفه قالت الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء انا انا بصراحه فرحت جدا لما بشوف مثلا شفت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في قمه منصبه ومع ذلك بوقف العربيه ويسلم على ناس كبيره في السن وانتوا محتاجين حاجه وانتوا عايزين حاجه فدي طبعا قمه التواضع وقمه جبر الخواطر يعني هو يعني حاجه عظيمه جدا حاجه تفرح القلب يعني انا ما شفتش رئيس قبل كده عمل اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمله وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الصور على الشاشه يعني ده حاجه عظيمه جدا جدا يعني عايزاك برضو ان انت تتكلم فيها الرئيس السيسي هو ضرب مثل وفعله قبله الزعماء قبله ان كان رئيس جمال عبد الناصر او رئيس مبارك او الرئيس السادات رحمه الله عنهم عليهم جميعا ولكن الرئيس السيسي هذا الاستمرار والانتشار السريع الذي فعله في وسط البلد العريق الذي نعيش فيه مصر آه هذا بجبر خاطره بجبر خواطر الناس. أنا بحس أن يتواضع. أنا هو فيه و... التواضع. فيه التواضع. هو فيه التواضع أن أن ينزل من على كرسيه صح. ويضع يده على رأس طفل آه هذا يجبر بخاطره إن كان مم. أبيه قد أُستشهد في حرب أو غيره مم. أو يواسي امرأة مات زوجها آه هذا جبرا للخواطر آه ويعليه في نظر الناس هل يجد لذلك ثمرا يعليه في, في, في نظر الناس طبعاً. ولا اقول كما يقول البعض انه يفعل ذلك آه لكي آه ينشر ال- يكون له شعبيه عريضه وكذا لا هو يفعل لا ذلك هو ما بطبيعته هو لانه يعيش بطبيعته يعني هو, هو شخص حتى كان في قائدا في الجيش يعني كان يتودد الى الجنود يعني له صور صح قديمه صح كان يتودد إلى الجنود وحينما تسأل الجنود الذين خدموا معه سابقا يقولون انه كان ذو خلق وكان يتودد اليهم يعني كان يجلس معهم على الارض للطعام وغيره ف فضرب المثل الاعظم التواضع هنا في في بعض في المجتمع الذي نعيش فيه في اناس ظنوا انفسهم انهم مهيمنون وان باقي البشر ليس لهم قيمه يعني ده حاجة. فتعاملوا معهم بكبرياء ما هو آه. التواضع من جبر الخواطر صح ان تتواضعي من جبر مجرد. الخواطر صح. التودد من جبر الخواطر م. حتى صلة الرحم من جبر خاطر إن أنت تذهبي لأختك أو تذهبي لعمتك تجبري بخاطرها ديت من جبر خاطر ولو حد عنده مشكلة كبيرة مثلا أو كده أنا بشوف بعض الناس يبعدوا عنه يعني أنت حتى لو قلت كلمة حلوة كلمة كويسة ليه أنت حاسس الموضوع عادي دي برضو سبب من أسباب قبل الخواطر أن أنت تواسيه أن أنت تاخد بإيده أن أنت مثلا شخص فشل في حاجة أو فشل في موقف معين أن أنت برضو تديله له طاقة إيجابية أن هو إن شاء الله هتنتصر وإن شاء يعني الكلام الكلمة الحلوة نفسها برضو التحفيز أن أنت تحفيزه أن هو يصنع شيء ربما من وجهة نظرك أنه معجزة ولكن يصنعه آه لانك حفزت يعني والقران الكريم كان جميل في ذلك يعني مم حينما تودد الى موسى الله عز وجل ونجاه من الغم ونجاه من الغرق هو وبني اسرائيل آه قال ان معي ربي سيهدي والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى مم. فجبرا بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وانت ذكرتي في بدايه الحلقه الاسراء والمعراج أوه كان آه يواسي آه الله عز وجل صح. خاطر النبي صلى الله عليه وسلم مم. وحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الرحله رجع بهديه اهداه آه. الله عز وجل الا وهي الصلاه مم. الصلاه التي لا يعرفها الكثير هديه الرحمن ولذلك مم. كانت من اعظم العبادات مم. من يضيعها فقد ضيع دينه كله مم. فهذه هديه الله عز وجل جبرا بخاطر النبي صلى الله عليه علي واله وسلم وقال له ايضا ان شانك والابتر حينما عير النبي صلى الله عليه وسلم بانه ينجب الاناث ولا ينجب الذكور فرزقه الله عز وجل من ماريا القبطيه بابراهيم عليه السلام وابن النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت لهؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم في مرعى الهي ان الله عز وجل هو الذي يرعاه <applause> فجبر بخاطره ورفع رأسه بين المجتمع الذي أوه. كان يعيش فيه هذا المجتمع العربي إيه. الذي كان ينظر إلى المرأة نظرة ضعف أو أنه يريد أن يتخلص منها يعني إيه. مع ان المراه لها دور فعال في المجتمع وربما تقود بعض الجماعه فتنجز عمل معين وكذا فهي لها دور ولا ننكر ذلك يعني طبعًا وهي امك وهي عمتك وهي خالتك وهي بنتك وهي زوجتك يعني فجبر خواطر من اعظم العبادات فعلا التي نسيت وبرضو اصبحت عباده مهجوره انا شايفه للناس كلها بقت ناسيه الموضوع ده يعني ناسيه ان هم ناسيين ان الكلمه الحلوه وناسيين ان جبر الخواطر ده عند ربنا حاجه كبيره جدا يعني هم مش ناس بعض الناس مش فاهمين كده اصلا يعني سيدنا ابو عبيده بن الجراح مع خالد بن الوليد هذا القائد العظيم وهذا امين امه حينما نحاه سيدنا عمر نحى خالد بن الوليد وولى عليه ابو عبيده بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح استحيا أن يدخل خيمة خالد ويقول له مباشرة أنك قد نحاك أمير المؤمنين عن مم. لا فكر جيدا ثم دخل إلى خالد وقال له نكون مع جبرا بخاطره مم. حتى لا يضيع رصيده الذي كان فيه فقال نكون معا في قيادة الجيش حتى إيه يفتح الله علينا يعني فنجحوا في ذلك احتوى خالد بن الوليد فجبر بخاطره. آه يضرب لنا الصحابه رضوان الله عنهم المثل الاعلى في ذلك. مم. سيدنا الامام الشافعي والامام مالك، الامام مالك حينما يفوق الامام الشافعي، الامام مالك في مساله ما يتواضع الامام مالك ويفرش له رداء ويجلسه بجواره. وهو طفل صغير طالب علم عنده. اليس هذا من التواضع يا سيدتي يعني. وليس هذا من التواضع ان يقبل استاذ تلميذه بان يتحدث ويفوقه في العلم فيحترم ذلك فيه ويفرش له رداء متواضعا له واو. والنبي صلى الله عليه وسلم الم يكن اقوى الرجال كان اقوى الرجال ولكنه كان متواضعا وذلك لما اراد سيدنا عمر ان يفرد قوته جذبه اليه تمام فشعر عمر بقوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر بخاطر الناس كان يتودد الى الناس كان يحمل الحطب عن امراه عجوز وهي يهوديه اليس هذا جبرا خاطر وتدخل في الاسلام بعد ذلك وكان يذهب الى الصحابه ليلا يطمئن عليهم اليس هذا من جبر خاطر فتوددنا الى بعضنا البعض هذا جبرا لخاطر العاملين معك في المكان عاملهم معاملة حسنة ابتسم في وجههم هذا جبرا خواطر من يقدم لك هذا المشروب حينما تبتسم في وجهه فهذا جبرا خواطر حينما تعطف على فقير هذا جبرا خواطر حينما تحن على يتيم أب أو أم هذا جبرا خواطر فامثلة جبر خواطر كثيرة يعني التودد او او هل التودد لاصحاب الحاجة برضو تعد من من جبر الخواطر؟ اه طبعا ان كان لك جارا فقيرا واعطيته بعض المال او اعطيته بعض المساعدة ولكن تعطيها له بادب جم طب ازاي ان انا مثلا اكبر بخاطر اللي قدامي من غير ما يحس ان انا مثلا بتصدق عليه عشان ما برضو ما اجرحوش يعني طرق كثيره كثير يعني الطرق كثيره الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه تهادوا تحابوا ينشر المحبه بينكم الهديه ربما انت ربما ترسل طفل لك او تذهب بنفسك الى هذا الفقير وتعطيه هديه على سبيل أوه. هديه وليس حتى لا تجرح شعوره هذا آه جبر الخواطر التفنين في جبر الخواطر طب استاذن حضرتك ناخد فاصل ونرجع تاني اتفضلي آه هناخد فاصل ونرجع تاني مع حضراتكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ديفي اللي نورني وشرفني النهاردة الأستاذ حمدي علام الباحث الديني والاجتماعي مرحبا بكم مرحبا حضرتك أستاذ حمدي بماذا تنصح المجتمع لانتشار هذه الفضيلة اللي هي جبر الخواطر على المجتمع جميعا أن يتواضع ويعلم بأنه كلنا واحد في نهاية المطاف ولا بد أن ننشر ذلك ننشر ذلك في بلدتك التي تعيش فيها تنشر ذلك في مدينتك التي تعيش فيها تنشر ذلك في دولتك التي تعيش فيها سنجد حياة أجمل بكثير مما نعيش فيه يعني إذا تودد بعضنا البعض وجبرنا بخاطر بعضنا البعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسن على ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك <applause> وكان يتودد إلى الناس وكان يجبر بخاطرهم وكان متواضعا إزاي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر الناس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس الناس في مجالسهم العادية مم. ولا يتكبر مم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق بابه في وجه أحد مم. كما يفعل البعض الآن يعني بعض الناس يفعل ذلك يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم <applause> وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر اذا سمع بطلب لاحد كان يجبر بخاطره وربما ذهب اليه يلبي له طلبه فعلم الصحابه بعده كيف يجبر الخواطر وعلم الصحابه التابعين كيف يجبر الخواطر حتى وصلت الينا في كتب تعلمناها وتعلمنا كيف نجبر بخاطر الناس يعني، مم. ربما تسير بسيارتك فتجد سيئة. تجد امراه أوه. تبيع بعض السلعه مم. على الرصيف، لا تفاصل معها، فانت مم. تذهب لاماكن اخرى وتدفع مم. أموال طائله وربما لا تاخذ مثل هذا، مم. لا تفاصل معها يعني اعطيها بزياده، ربما عندها اطفال صغار وانت بذلك تجبر بخاطرها يعني، ترسم الابتسامه على وجهها. حينما تساعدي محتاج ويبتسم في وجهك فاعلمي في انك جبرت بخاطره. شكرا لحضرتك نورتني وشرفتني في حلقه النهارده أه بقدم كل شكر وتقديري للباحث الديني والاجتماعي الاستاذ <applause> حمدي علام اللي وشرفني النهارده بقدم نعمل. كل شكري وتقديري لقناه الصحه والجمال وكل المقيمين على قناه الصحه والجمال وبقدم كل شكر وتقديري للساده المشاهدين انتظروني في حلقه جديده من برنامج اريج والناس اشوفكم على خير.